حملة التلقيح ضد فيروس كورونا جارية مثلما هو مخطط لها، والإقبال على هذه المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأدريان يزداد بين مختلف الفئات العمرية المعنية بتلقي اللقاح. كي دير لا فاكسيناسيون هذه ما راح تخسر والو، راح تحافظ على روحك. المرض هذا في بلاصه ما انه يطيحك في الفراش لمده شهر ولا يعوقك ولا يقتلك، راح يفوت عليك وكانه ينقلب نورمال. لا مضاعفات لحد الان، بل التطعيم دخل مرحلته الثانيه عند عديد الفئات التي وجدت فيه مناعه لها ولغيرها من خطر الجائحه. ملي بدينا الحملة تاع الفاكسان ما كان حتى مضاعفات الحمد لله، كاين اقبال تاع مواطنين، كاين من ابارتير من 18 مي بوكو بليس لي مالادي كرونيك. المركز هذا قمنا بتلقيح ما يزيد عن 500 شخص ملقح، والعمليه متواصله، الفاكسان راه متوفر، والطاقم الطبي والشبه الطبي راه متجند للقيام بالعمليه باش الناس تعرف بلي الدوله راهي تدير امكانيات وتشجعهم باش يديروا الفاكسان، وهذا هذه مليحه لهم. وما شاء الله كي جينا راه مستقبلنا حمايه طب فرامله والحاله مريقله. مسعى السلطات تلقيح 70% من ساكنة طمراست عما قريب، مع الدعوة للإبقاء على الإجراءات الوقائية من الوباء.